مساء الخير على عشاق الصحة والجمال، مساء الخير على كل متابعينا في مصر والوطن العربي. النهاردة فقرتنا جميلة جدا. النهاردة هنتكلم عن مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ما ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. معي ومعكم أخوكم المنشد ربيع المعلاوي ابن مركز إسنا محافظة الأقصر. أهلا وسهلا ربيع. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود. في البداية كده يعني عرفنا بنفسك للسادة المشاهدين، عايزين نعرف مين هو ربيع، مين هو المنشد، مين هو قارئ القرآن الكريم. تفضل ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أخوكم ربيع عبد الصبور حفوظة من محافظة الأقصر مركز إسنا قرية المعلة، وأتشرف إن شاء الله يعني أن أكون تاليا لكتاب الله تعالى ومنشدا لحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب عايزينك كده أستاذ ربيع أو يا حضرة المنشد تستفتح الأول كده بآيات من الذكر الحكيم إن شاء الله، ونفحنا كده حاجة حلوة. اتفضل يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ايه الجمال ده؟ ربنا يبارك، ربنا يفتح عليك يا رب. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، يعلو ولا يعلى عليه. وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يعني يا شيخ ربيع، زي ما استمتعنا كده بتلاوة القرآن الكريم
وربنا يعلم يعني، مش عشان احنا على الهواء ولا حاجه، انا يعني انت اسلكت صدري كده، واتمنى اكون المشاهدين يعني استمتعوا بصوتك كده الجميل الملائكي. عايزين بقى نسمع حاجه للانشاد، هتبدا بايه ان شاء الله؟ حبدا بقمر سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. انا اساسا عاشق حضره النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. تفضل. النبي قمر وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي قمر. رسول الله يا رحمته فينا ويا نورا أتى هديا ودينا، رسول الله يا رحمته فينا ويا نورا أتى هديا ودينا، رسول ويا نورا أتى هديا ودينا، وأدخلنا في جمع المادحين، زدنا فيك إقبالا وشوقا. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل. حسبنا يا ابن آمنة عليك، وجزع النخل قد يبكي عليك. حسبنا يا ابن آمنة عليك، وجزع النخل قد يبكي عليك، ويبكو الجيش من ظمأ إليك، وماء الشهد من راحتك ذما. النبي قمر رسول الله، يا نورا أتانا ويا خلق من الخالق تدانا، رسول الله يا نورا أتانا ويا خلق إلى الخالق تدانا، وغيرك لم يرى الله عانا، وغيرك لم يرى الله عانا، وغيرك لم يرى الله عانا. رأيت الله والمقصود تاما، قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي.
وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ أنا حبيت أشاركك في الأول في الدويتو كده عشان أحمسك كده عشان أطلع الطاقة الجميلة اللي جواك. أنا شرف لي والله وجودي معكم. يا ربنا يخليك. عايز أعرف أنت بدايتك مع القرآن الكريم والإنشاد يعني كانت من إمتى تحديدا؟ ممكن تديني نبذة كده بسيطة يعني بدأت من إمتى؟ إيه اللي تتلمذت على إيد مين؟ مين مثلك الأعلى؟ يعني أنا يعني من قبل الجيش وأنا محب للقرآن. ومن بعد ما يعني خرجت من الجيش وكده. فرحت لشيخ اسمه الشيخ ابراهيم الامير عندنا في البلد. ابراهيم الامير. الشيخ ابراهيم الامير من قريه ثانيه يعني اسمها قريه الحمدان. فكنت بقرا قران والاحكام ما كانتش مظبوطه ولا اي حاجه في التشكيل وقال لي وقف هنا في كل ايه يعني. فالحمد لله يعني حفظني ما تيسر من القران. جميل. وعشان الشغل وكده الواحد ما حفظهوش كله يعني تمام. بس الانشاد بقى ايه علاقه الانشاد تماشى ازاي مع القران او ايه اللي كنت ايه الحاجات الحلوه اللي تميزت بيها يعني؟ لا الانشاد اولا هي محبه من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. طالما الواحد فينا بيعشق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الانشاد هيقوله بروحه. وممكن بعض الاوقات احنا ممكن الف يعني قصيده كده لاني ما هو تالف قصايد. الف لاني عشقا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ادخل قصيده بقصيده يعني غير المقامات بتاعتها وكده مثلا يعني. يعني في الاول والاخر هي محبه من سيدنا النبي تمام وتوفيق من الله. طيب سبحانه وتعالى. الاول توفيق من الله. انا عايزك بقى تسمعني كده لان يعني وقت فقرتنا بينتهي. عايز فقره جميله جدا كده هتقول بها هتقول ايه بقى؟ على المدينه ان شاء الله. على المدينه توكل على الله. يلا. على المدينه وعلى المدينه يا رب صل في مسجد نبينا يا رب صل في مسجد محمد هو الشافيع للمسلمين يا رب كرمنا وحقق آمالنا بارك يا رب في رزقنا وعيالنا يا رب كرمنا حقق آمالنا وبارك يا رب في رزقنا وعيالنا يا رب كرمنا وأدخلنا الجنة نتمتع فيها ونشوف نبينا على المدينة وعلى المدينة يا رب صل في مسجد نبينا يا رب كرمنا وحقق أمالنا يا أرض الحجاز رملك نادانا جينا وقلوبنا للشوق سبقانا يا أرض الحجاز رملك نادانا وجينا وقلوبنا للشوق سبقانا مشكورة دنيا كانت واخدانا محروسة والله أرض المدينة على المدينة وعلى المدينة يا رب نصلي في مسجد نبينا. ربنا يفتح عليك. طبعا احنا سعداء بيك ونتمنى ان شاء الله يعني مزيد من الحاجات الجميله دي ان شاء الله تشرفنا في حلقات مقبله. بجد بجد يعني امتعتنا يا استاذ ربيع. ان شاء الله اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل والعوده مع الزميل والاعلامي مصطفى شاهين.